الساعة 6:05 تماما باستديوهات إذاعة صوت بيروت، يسعد مساكم. مساء الحب أكيد، اليوم 14 شباط، عيد الفالنتاين، عيد الحب، عيد العشاق. إن شاء الله بينعاد على الجميع بالحب والمحبة، وتبقى هيك المحبة عامرة بقلوب الكل، ونفرح من كل العزابة والمتزوجين كمان. إن شاء الله هيك بتبقوا مع بعض لآخر يوم بالعمر. الأمنيات بعيد الحب دايما بتكون كتيرة، ولكن بنقول إن شاء الله هيك هالحب هالعيد يأثر على هالسياسيين اللي عنا بالبلد، ويقدروا هيك ما بعرف يحبوا بعضهم شوي، وتنعكس هالمحبة بيناتهم على الشعب اللبناني، يعيش هيك بكم يوم من الرخاء والهدوء والسلام. يعني بس يغني كاظم الساهر ما بقى لنا قلب نحكي، ما هيك يا مصطفى؟ يعني غياب كاظم الساهر كمان عن برنامج ام بي سي ذا فويس كمان عمل ضجة بين الناس والمشاهدين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وكان فيه كمان اعتراضات على لجنة التحكيم. اعتبر البعض انه بعض الفنانين الموجودين بالجيري كمان مش معبيين مطرحهم او مش مناسبين لهيك برنامج. هلا كمان بدنا ناخذ رأي ضيفنا بالموضوع. لكم أطيب التحيات من الزميل المخرج مصطفى زغلول ومن علاء الصديق عبر الميكروفون. فيكم تسمعونا أكيد عبر أثير الموجة 96.5 اف ام، أكيد فيكم تشوفونا أيضا فيسبوك لايف، فيكم تسمعونا عبر أبليكيشن صوت بيروت، صوت بيروت دوت نت. وأكيد بنتمنى لكم أطيب وأمتع الأوقات برفقتنا مثل كل يوم أربعة بتمام الساعة 6 المساء. عم نلتقي نحن وياكم من هلأ ولغاية الساعة 7 بلقاء مباشر على الهواء، دائما مع مشاهير من عالم الفن، الدراما، الإعلام والتمثيل. بذكر دائما إنه إعادة الحلقة يوم السبت الساعة 4 بعد الظهر. ضيفنا لليوم مثل ما عم بيشوفوا صاروا مشاهدين الفيسبوك مؤلف ومخرج طوني غطاس، اللي هو له باع طويل بعالم مسرح الأطفال، أكثر من 20 22 سنة بهالمجال، بيكتب وطبعا مخرج لكل مسرحياته، وطبعا ملكة غطاس، وهي بتكون دائما نجمة مسرحياته. مفروض كانت تكون معنا كمان ضيفتنا، ولكن اعتذرت لدواعي صحية لأنه عم تعمل مجهود كتير كبير مع الأطفال مثل ما عرفنا من توني. كمان نحن بنحييها من إذاعة صوت بيروت، وأكيد إن شاء الله بيكون لنا معها لقاءات بالمستقبل. نحن توني اليوم بدنا نحكي عن مسرحية جديدة أصحاب عطول عم تنعرض حاليا، وعم بيجول فيها كل المناطق ويبرم فيها أيضا ويعرضها بكل المدارس والثانويات. بدنا نحكي نحن وياه أيضا عن مشاريعه الجديدة، عرفنا إنه عم بيحضر قصص جديدة كمان بعيدا عن المسرح، هو رح يحكي عنه اكثر. بيسعدني وبيسرني انه رحب باذاعه صوت بيروت وببرنامج على الموعد بالمخرج والمؤلف طوني غطاس. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك علاء. اول شيء بدي حيي كل اللي عم يسمعونا هلا عبر صوت بيروت، بدي حيي هالاذاعه الحلوه يلي اليوم بمناسبه عيد الحب هيك جمعتنا مع بعض، وان شاء الله يكون هيك وقت حلو وما يزهقوا منا ونحن عم نحكي. لا اكيد معك، ما في زهق. على كل حال كمان بلشوا دغري المشاهدين وجمهورك والناس اللي بتتابعك يتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ماريبال سوما بتقول تحياتي للضيف والصديق توني، كل التوفيق لمسرحيتك. انا كمان بدي حياة لماريبال. ماريبال صديقة عزيزة على قلبي من زمان وانا بحبها كتير. كمان انا بدي اقول لها مبروك لمسرحيتك ماريبال، هلا صارت كمان انضمت لمسرح الأطفال معنا، يعني زميلة لنا بمسرح تاني، بمسرح تاني. لكن هي من الفنانين المخضرمين. أنا بحييها بقول لها يعطيك العافية وبنحبك كتير. وحلو إنه اثنيناتكم بنفس المجال، بس يعني العلاقة هيك فيها ود. لا شو خاص، أنا كل عمري هيك بحب الكل، بعدين وكلهم بحبوني لأنه أنا ما في عداوات، ما في عداوات، لا ما عندي إياهم. لأنه مثل ما بيقولوا يعني مع عدوك إلا عدو الكار، يعني دايما بيشتغلوا بنفس المجال. بعدين اليوم بيشتغلوا بهذا الكار، بكره بيتركوا بيشتغلوا بغير كار، يعني ما في بروبلم، يعني المهم إنه نضلنا أصحاب، نحن أصحاب على طول. صحيح. كمان بدنا نحيي بنت بشري، كمان بتوجه لك تحية.
في كمان شادو سعيد كمان بيقول بوجود الاساس توني ما قلنا قلب نسكر يمكن قصده. حبيبي سيسي كمان انجيلا، انجيلا شو العيلة؟ ما بعرف انا، بتقلك أنزلة بتقل بتقلك بتعقد بتقلك جود لك، بتعقد انت وحبيبة قلبنا ملكة وسلامة قلبك. حبيبتي أنجو، أنا بحبك كتير خالو كمان ماري بيل بتجرب لك وانا بحبك. حبيبتي. اول شيء طمنا عن ملكة، نحن كنا كمان موعودين فيها تكون معنا، بس كنتوا انه على اساس تطلعوا اثنين سوا. عرفنا انه عم تتعب كثير ملكة مع الاطفال. هي يعني ملكي لو بصحلها تحط خنق تخنقني ما بتقول لا. ايه بالزمان كنا مثلا بتعرف عروضنا واشياء هيك بتنبسط لما يكون عندك عرض وبتركض عندي عرض. هالايام بس اجي الا لملكي، ملكي عندي عرض، بتعمل هيك عرفت يعني، لانه كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم ما عم بعطيها بريك ايه يعني، كل يوم ما في غير هلا مثلا اليوم لانه عيد عيد فرصة. هاي فرصه بقعدها بالبيت. وإذا ما عندها مسرح عندها انترفيو على الهواء، إذا ما عندها انترفيو عندها تصوير. يعني هيدي الركض اللي عم بتركضه تعبتها، بس هلا بيناتنا يعني هي شغلة حلوة هي بتحبها، هي أوقات هيك بتتضايق، لكن إذا بتقعد نهارين بالبيت بالبيت بتقلي دخلك ما عندنا شيء، لما تدخلك ارتاح شوي هي بتحب هيك. انت قلت لي انه على قد ما بتتفاعل مع الاطفال على المسرح وبتعطي هيك من كل قلبها، يعني هي صوتها تعب قديش هيك ملكي، يعني لما بتطلع على خشبة المسرح وقت ما عم تقول عروض يومية بضل عندها هيدا الحماس انه حقيقي كل يوم تتفاعل مع الاطفال وتحكي هي وياهم ويصير في يعني هيدا احنا من 23 سنة لليوم بعدنا على نفس ال على نفس السيستم ماشيين، لكن ملكي عندها هواية تتواصل كتير مع الولاد، ونحن شغلنا لايف مع الولد يعني بالمسرح التواصل معه لايف. وخاصة انه نحن لما ما في نهار عندي عرض واحد بنهار، على طول عندي عرضين وثلاثة، عرفت كيف؟ والحماس بشغل، والولد اللي بيركضوا على ملكي، وخاصة البنات بيسألوا من وين وكيف عملتيهم وكذا، واللي بحب يبوسها واللي يعني التواصل. عمل لها آخر فترة جهد شوي هيك يعني، عالجت صوتها ورجع كل شيء، بس بتريح، عم بتريح شوي يعني. امبارح كان عندها انترفيو بالاوربت اليوم، قالت لي خلص اطلع انت اليوم يعني ريحني شوي عن نتفاكي شغله. كل حال من حقيقة احنا بنتمنى لها اكيد كل الصحة. 20 سنة في عالم مسرح الأطفال عن جد شيء، يعني نرجع تصير بالعمل مش هين 20 سنة في عالم الأطفال، وعالم الأطفال صعب كثير ناس تفكر أو تستخدم أو بتقول إنه شو القصة مع الأولاد، إنه قصة هينة، مش عم نحكي دراما أو سينما أو مسلسلات يعني بتحكي الناس والمشاهد الكبير. كيف بتلخص بهيك بشكل سريع 23 سنة كيف مروا بطلعات ونزلات وحلوة ومرن؟ مسرح الطفل انا بالنسبه لي هو مثل الاكسجين يلي انا بتنشأه كل يوم. نعم يعني اذا انا بعتقد انه نهار رح اوقف مسرح الاطفال مخلص الاكسجين من عندي، لانه بحبه بعشقه يعني. انا وعم نام، انا وعم بقوم، انا عم بمشي، بتخيل شو بدي اعمل، شو عم بشتغل، شو عم بيصير معي. يعني عمل بحبه من قلبي، يمكن كرمال هيك استمرينا هالفترة كلها. إذا أنت ما بتحب شغلك، ما بتعشقه، هو ما بيعشقك كمان وما بيكفي معك. صحيح هذا السبب يمكن اللي خلينا نستمر ونعطي ونبدع، يمكن مثل ما البعض عم بيقولوا بهالعالم الحلو الخيالي يلي بتعرف هيك كيف هيك تتلامس مع الأولاد. ومش هيني كمان نحكي نحن الاطفال، يعني لا في مش ناس هيني، بتفكر انه الطفل انه يمكن انه بتعرف الطفل بيئ شو ما كان لا فينا نخبره بيصدق بيتفاعل معنا، بنرقص له شوي بنغني له شوي بنزقف له شوي وخلص بتقطع القصه. بدي اخبرك، البعض مستسهل مسرح الاطفال، نعم بفكر انه مسرح الطفل هو عباره عن قصه وغنيه وزقفه زقفنا ورقصوا الاولاد وفلينا. لكن مسرح الطفل
هو اصعب من مسرح الكبار على فوقه. يعني مسرح الكبير انا بقدر جاملك وزقف لك واعمل لك اضاءه حلوه ولبسك فستان ممكن يعني ازياء حلوه شغلات انه لكن لكن ما رح تكون مثل الصغير. الصغير ما بيعرف لا يجامل، ما بيعرف يكذب، ما بيعرف يطول باله على طول. يعني اللي براسه بده دغري، بدك تقدر تفوت على راسه بطريقته وطريقته صعبة. الولد يعني البعض بيقول لك انه شو الولد، شو مسرح الاطفال، ما عم بيفهموا انه مسرح الطفل صعب، صعب كتير. انت لازم تكون متخصص بشيء اسمه برامج اطفال، متخصص بشيء اسمه كتاب الطفل، متخصص بانك تعلم الممثل شو بده يطلع يحكي على المسرح. مش ضروري انا اجي اعلمه بس كيف تتحرك شمال ويمين وتمشي وخلص مشيت الحال. مسرح الطفل في له تعليم خاص، يعني بدك تعلمه تعليم خاص كيف بده يطلع مسرح الطفل. مش انا جايبه من لو جبت انا اضخم ممثل نجم عالم من النجوم يعني يبرع بمسرح الأطفال، إذا أنت ما علمت روح هذه هي أكيد. بس يعني أكثر شيء منح قصص الفرانكوفون، ليش أنتم ما بتشتغلوا بالأجنبي؟ مش صعب كثير علي شغل انجلش فرنسي، مش صعب علي لبنان. بدي اقدم هويتي هي بالعربي. والولد بحق له يشوف كل اللغات وكل شيء. انا اخذت من بدايه شغله، من بدايه ما بلشت، لما بلشت مسرح كان في غيري اقدم كمان، كان في طوني ليليان، كان في ديدي، كانوا يقدموا مسرح بالفرنسي، لكن انا بقيت بالعربي. اخذت خطي بالعربي، ليش؟ لانه انا بدي هويتي بالعربي لما اطلع دول عربيه، لما اسافر، لما كل شيء، حتى بقدم باللغه العربيه. حتى في بعض الدول طلعت عليها قدمت باللغه الفصحى، يعني اشتغلنا باللغه الفصحى لانه لغتنا حلوه بالعربي. ليش انا بدي اجي اعلم الولد لغه ثانيه؟ انا لغتي عربي، انه يجي يتعرف علي بغير لغه، يعني يحبني بغير لغه، خليه يحبني مثل ما انا. بس ما بدنا نخبى وراء اصبعنا، اجمالا المدارس الخاصه اللبنانيه كلها بتعرف عندها اللغه الاجنبيه هي اولويه عن اللغه العربيه، وبيفضلوا هيك اكتيفيتي او هيك نشاطات يعني بتكون غير لا صفيه انه تكون باللغه الاجنبيه. أوكي. عم بتواجه صعوبات مع ادارات هالمدارس او لا خلص بتعرف ما تتوجه لهيك؟ ليك بدي خبرك شغله، هيدي الشغله هن عم يتخبوا وراء اصبعهم فيها. نعم. ما حدا بفضل العربي على الفرنسي، ولا حدا بفضل الفرنسي على العربي، ولا العكس يعني. نعم. كل المدارس عندها بتحب تحضر الاولاد فرنسي، بتحب تحضرهم انجلش، ومامتهم بتحب تحضرهم عربي. يعني ما في مشكله، يعني اللي عم بيشتغل فرنسي بيقدر يشتغل ببعض المدارس، واللي عم بيشتغل بعربي بيقدر يشتغل. يعني ما في، يعني بتفوت انت المدرسه عم تفوت عليها عرض وطلب، يعني يا حبيت يا ما حبيت، عرفت؟ انا عندي مسرحيتي من الاله الزاد هالقد في اقدم فيها، حبيت ما حبيت غيري. كم مسرحيه صار؟ اوه كثار، شو بدي اقول لك؟ يعني نحن بقدر اقول لك يمكن هلا اصحاب على طول رقم 30 او 32 يمكن. طيب توني من وين بده يضل يجيب افكار؟ مع كل سنه بدنا نرجع نعمل مسرحيه جديده، فكره جديده، واغاني جديده، ورقصات جديده، ويعني مش حبيبي عن جد، من هالافكار دائما بدها تنبع؟ كيف توني يعني ما استهلكنا الافكار كلها؟ لا ما استهلكنا، انه الولد انه دائما انه شو بدنا نحكي؟ طيب الطفل نحكي عن الكذب، نحكي عن الخير والشر، ونحكي شوي قصص بيئيه يمكن، عن النظافه. طيب وبعدين؟ هلا عنا العمل الجديد بعد اصحاب على طول، شوف ما له فكره حلوه، يعني اكيد ما حدا مطرحها بعد بالسوق. طيب من خبرنا كيف بتحضر؟ انا بحضر افكاري من الاولاد، بشوف الاولاد شو عندهم، شو تطلعاتهم، خاصه هلا الولد، نحن عندنا عصر الانترنت، الاولاد يعني عصر ال سوشيال ميديا، عصر السوشيال ميديا، عم بيشوفوا، عم بيفوتوا على عم بيفوتوا، عم بيشوفوا اشياء كثير من برا، اكبر من عمرهم، اكبر عم، يعني ما بقى فيك تجي تضحك عليهم بامير واميره حبوا بعض وبوسوا بعض،
يعني ما بقى فينا يعني هدول ولا ما فينا انه السحر سحرت له منخار يعني ما يعني هو الامور شوي عم نبعد عنهم عم نرجع امور نقدر نوصل للولد بالطريقه يلي نحن هلا لازم نوصل له اياها. انت بتعرف انه قصص الاطفال مع العمر تتغير يعني بتختلف، يعني شوف مثلا حتى بديزني برامجهم اذا بيرجعوا بيقلبوها مثلا لهلا لل 2018 2017 بتختلف عن ال 1900 صحيح. عرفت كل شيء كل سنه في تطور لشيء اسمه قصه للاطفال، مش انك نحن بنمشي مع التطور والتطور ناخذ منه وبتستوحي افكارك مثل ما قلت من الاولاد تشوف هن شو بيفكروا شو بيحكوا. اكيد بنستوحي افكارنا من الاولاد من الحياه اللي نحن عايشينها من الاهالي كمان. بعدين انا ولا مره بكتب قصه ولا مره كتبت قصه وطلعت فيها دغري، يعني ما كتبت قصه ومشيت وطلعت فيها، على طول القصه انا بكتبها قبل بفتره طويله وبقعد انا اولاد بقرا لهم اياها بمثل لهم اياها بصوتي بشوف رده فعلهم بشوف اني شو عملوا هون ما حبوا بشيل هون عرف، يعني هو الامور كثير بحب اشتغل عليهم انا شوف تفاعل الاولاد معهم. ايه بحب يعني انا بطلع بقعد مع الولد بطلع بعيونه بعرف اذا هالولد لهي الوقت اندمج ولا لهون ما اندمج. صحيح. عرفت مشان هيك انا اذا بتلاحظ بتحضر عندي مسرحيه ما في عند دقيقة من الوقت الولد برم ظهره لورا، عطول مشدود عطول مشدود وعطول عم بيتابع وعطول عم بيشارك وعطول عم بيصرخ وعطول لا وعطول ايه، عرفت كيف يعني عندهم ايه. ملكي عم بتشاهدنا وبتقول توتو احلى مخرج. حبيبتي هي احلى ممثلة اصلا، ولو ما منا نحن مش عم ننجح. اه لو ما عفويتها ومحبتها، وبعدين ملكي مش بس اختي، هي صديقتي، هي كل شيء بحياتي. رفيقة دربك. ولو ما منا انا ما بعدني واقف هون يمكن، وما استمريت يمكن من زمان تركت التمثيل وتركت المسرح وتركت كل شيء. يعني بتكملوا بعض، انت عم تكتب وتعمل أكيد. اخراج وهي عم تمثل. جان ابو حبيب بتقول احلى عالم توني. جانو بحبك كثير انا. كمان لوسيانا او لوسيانا بشعلاني بتقول كلام من ذهب استاذ توني. حياتي لوتشي. كمان كثير عم بيشوفونا. توني بنعرف انه انت غبت فتره طويله عن لبنان وسافرت واشتغلت برا وتواجدت لفتره طويله بالاردن بالمملكه الاردنيه قبل ما ترجع لهون وترجع تعمل هالكمباك القوي. خبرنا عن هالفترة اللي بعد فيها عن لبنان، قديش كانت حلوة وقديش كانت صعبة انك بعيد عن لبنان او مرتاح كمان؟ لك انا ما تركت لبنان بإرادة، تركت لبنان يمكن هيك ظروف خلتني اترك لبنان وخلتني ابعد عن شيء بحبه كتير اللي هو المسرح بلبنان. طلعت على الاردن، طلعنا كنا طالعين على اساس انه هيك ابو شي سنة سنتين او ماكسيموم يعني السنة يعني نقعدها هون. أيه. الحمد لله الأردن فتحت البوابة، اشتغلنا مع الديوان، اشتغلنا مع أمانة عمان، اشتغلنا مع كل الأمراء هونيك بالأردن. يعني لقيت اللي ما لقيته بلبنان، لقيت الاحترام، لقيت التقدير، لقيت المحبة لمسرح الطفل لكل شيء. نحن ما اشتغلنا بس مسرح أطفال بالأردن، اشتغلنا نشاطات كتير، عملنا مشاريع كتير مع الديوان، مع أمانة عمان، عملنا أشياء كتير بعمان. يعني خلتنا هالفترة اللي كنا طالعين نقعدهم عدنا 10 سنين، 10 سنين مرقوا بغمضة عين، ما حسيت انه انقطعوا. فجأة لقيت حالي لازم ارجع على لبنان، لانه لازم ارجع ضوي على ملكي، لازم ارجع ضوي على حالي، لازم ارجع ضوي على شغلنا، لانه لازم يعني هي خلص مثل ما بيقولوا الوقت حان الوقت انه. لكن انا مع هذا وكله بقول لك انه الاردن هي عشق بحبها كثير. الاردن عطتني اكثر، يعني كتير عطتني الأردن، عطتني حب الحياة، عطتني بوقت ما كنت أنا بلشت أكره مجال شغلي، بلشت كنت أنا يمكن لفترة يمكن كنت بدي أوقف، كنت خلص قررت ما بدي بقى كفي، ما بدي، تعبت يعني وصلت لفترة تعب كتير. الأردن عطتني الروح من أول وجديد، مثل اللي بيقولوا بغرفة الإنعاش كنت بقى. هذه هي الحمد لله، بحبهم كتير أنا وكتير هلا عم يسمعونا بالأردن، أنا بوجه لهم تحية، بحبكم كتير ويلا طالع قريبا لعندهم انا كمان. يعني وفي انت دائما للناس اللي بتشتغل معهم وللبلدان اللي زرتها. اكيد
اكيد انا اشتغلت بكتير بلدان، مش بس بالاردن، اشتغلنا دبي، اشتغلنا قطر، اشتغلنا عمان، اشتغلنا الكويت، اشتغلنا كتير بلدان، وكلهم بحبهم. واي بلد بروح عليه بحس حالي انه مرحب فينا، بيستقبلونا، بحبونا، حتى اذا بتشوف الجوائز والتقديرات اللي اخذينهم كتير كتير يعني. هو دائما الممثل او الفنان بيقول انه ليش التقدير عم يجي من خارج بلدي، من خارج لبنان. ما بعرف، يمكن كمان لبنان الوضع، بتعرف الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، الوضع الامني، كله بيبقى مش ظابط. لهالسبب الفنان ما بيلاقي نفسه او ما بيلاقي تقدير من الناس. تكرمت بالاردن طبعا، اكيد كثير تكرمت، بس بلبنان ما يعني. تكرمت. اهم تكريم كان من الملك عبد الله وجلاله الملك رانيا، كان اهم تكريم الي ولملك وللفريق كله كان يعني. كمان بلبنان ما تكرمت توني وملكه. ملكه تكرمت من نعابه السينمائيين، توني لا ما تكرم بعد، ما بعرف ليه، يمكن نسيني. او دائما هو الضوء يلقى على الممثلات يمكن، او لا مش هيك، لانه اكثر من المخرج من المؤلف. لخبرك شغلي، انا ما كتير عندي كونتاكت مع الجو الفني، ما كتير بروح وبجي، انا جو جو اطفال، جو يمكن مفكرين انه بعدني بيبي، ما بتكرم هلا بعد ما كبرت. رنا تلحق بتقول اشتقنا لك يا احلى مخرج. حبيبتي رنوش، انا بحبك كمان يعني، محبينك كتار يا طوني. ايه كتير. شوف الاولاد بس نفوت على المدارس، يعني بتصدق بنكون مثلا عارضين لهم اول السنه، في مدارس بنعرض لهم مرتين بالسنه. نعم. عارضين لهم اول السنه، بدنا نرجع نعرض لهم مثلا بالفصل الثاني، كانه لهم سنين مش شايفيننا، بيركضوا ببوسونا وكل شيء. حتى المدراء بلبنان هون بيحترمونا بحبونا، يعني انا في كتير مدراء بحب اوجه لهم تحيه، ان كان بطرابلس ولا بجنوب ولا ببيروت ولا، يعني ما بتصدق كيف بيفرشوا لنا هالسفرة بالمدارس. هاي. بيحبونا يعني بتحس حالك بقلب البيت، ما بدهم ينفل، يا عمي عنا عرض تاني بدنا نروح، ما في بدكم يعني. هيدي الشغلة بتحببك بشغلك. ومع انه لكم منافسة كتير كبيرة، يعني مش لوحده طاني عم بيشتغل بعالم الأطفال. 45 مسرحية السنة في بالبلد. و 45 معقول؟ أنا عم بقول لك من 45 وكلهم بالمستوى المطلوب. ليك لخبرك شغلة، ما دام وصلنا على قصة المسرح والمستوى المطلوب والمش مطلوب، نحن بالمسرح إيه؟ بالمسرح إجمالا. نعم. حلو يكون في كتير مسرحيات. أكيد. لأنه إذا أنت ما تواجدت بين مسرحيات هابطة ومسرحيات منيحة، ما رح تبين، ما رح تبين الفرق. إذا أنت على طول عم تشتغل لحالك، لو شو ما قدمت رح يقولوا عنك حلو. صحيح. عرفت؟ صح. بس لما أنت تتواجد بين مجموعة كبيرة تقدر هون تكون المنافسة حلوة، انه اكيد بس منافسة شريفة، مفروض احكي على غيري وغيري يحكي علي، لانه هي عم بتصير كتير. اكيد. كتير 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 عم بتصير، وكله يعني كله اكل كله. بس عنا شغلة اللي صايرة عنا بهالبلد هلا، انه الاغلبية معتبرين مسرح الطفل هو تجارة. نعرف لنا كم مدير مدرسة، كم شغلة بنعملنا قصة بنجيبها من كتاب القراءة او من القصص المعروفة مثلا. في مسرحيات ما فيكون قصص، بيكون شوي تهريج كمان، او انيماسيون. عاملين انيماسيون يعني، انا بعرف في مسرحيه عم تتقدم انيماسيون، او في شي وحده جاي لبسه قلشين البيت طالعه فيه على يعني وخالصه مدتها من زمان يعني، هرهرت وبعدها طالعه واقفه على المسرح يعني، او عم تزلغط او عم يعني. هذا ما اسمه مسرح، عرفت كيف؟ المسرح في ارباب له، اتركوا المسرح للي بيعرف يشتغل المسرح، المتخصصين، واللي ما بيعرف يشتغل المسرح رح يدبر له شغلة تانية ويشتغلها. بس نحن عنا ما فيك تحكي هيك على، لأنه الكل بده يشتغل وكل بده يأكل كله وكله. أنا يعني حتى بيفوتوا بعيطوا على المدير، لا أنا مسرحيتي أحلى، ولا أنا يا خيتي كلكم حلوين يا خي، يشتغلوا الله يرزقكم، اشتغلوا، اتركوا العالم هي تقرر إذا أنتم حلوين ولا مش حلوين. أنا لما فوت بقعد مسرحيتي لا بقول له مسرحيتي حلوة، ولا بقول له انا احسن من غيري، يعني ما بنذم ولا بذم بحدا. فوت بيقولوا لي كنا متفقين مع فلان، اوكي يعني عرفت، وخذوه يعني، ما بيجي بقول لا انا عرفت كيف يا خي، احضروني وجربوني، يمكن تضلك فتح لي الباب وممكن تسكر الباب بوجهي، عرفت؟ هذا اللي انا بقوله للمدير، جربني، يا بتفتح لي الباب مره بتفتحه مره ثانيه، يا اما هالمره وبتسكر الباب وراي. صحيح. يعني هذه هي بدها تصير
بالعمل الفني. بعدين يعني في دخلاء على فيه المجال فيه مثل فيه كل فيه مجال، في في كثير في دخلاء، وفي ناس عم تشتغل من قلبها، في ناس عم تشتغل عم بتقدم اشياء كثير حلوه بالمسرح. عندنا فرق رائعه جدا عم بتقدم شغل حلو بمسرح الاطفال، وعندنا ناس عم تشتغل من قلبها يعني، ومستمر اللي بيستمر وبيشتغل من قلبه على بتلاقيه عم كل سنه عم يبدع عن سنه وعم بيقدم وعم بيقدم، اللي بتشوفه مستمرين يعني هو عم يشتغلوا من قلبهم. صحيح. ملكي بتقول توني كل طفل زرعت الفرحه على وجهه، هيدا بحد ذاته تكريم حبيبتي يعني تكريم من الاطفال. رنا بتقول توني غطاس فخامه الاسم تكفي. صح. سوري. نحن بدنا نسمع اغنيه من عند زميلنا مصطفى من مسرحيه اصحاب عطور، حيختار على ذوقه، ومن بعدها بنتوقف مع محطه اعلانيه، ومن بعدها بنتابع الجزء الثاني من حوارنا، ودائما عبر صوت بيروت.